إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة. مرمى تسدد الكورة وصبحي معاها مكوينة، أي ضربة ثابتة دور على مكوينة، هو الأخطر هذا الفريق. يعني لعب أول مباراة أمام زامبيا ب 14 لاعب فقط، اللاعبين المحترفين اللاعبين للأندية بتاعتهم بشكل أساسي. التسلل موجود لكن الجبهتين شغالين، الاقتراب أكثر وأكثر لمنطقة الخطورة لمنتخب جنوب أفريقيا موجودة. خطوة صح، تسلل صحيح، حكم اللقاء دوادار جوي، أبو الفتوح، عرضية والرأسية المعتادة، مصطفى محمد، 4 أهداف في هذه البطولة، 4 أهداف لمصطفى محمد. شوف الارتقاء، شوف التيكوف، شوف التوجيه من مصطفى محمد، عارف توقيته صح، واخد التيكوف صح، شديد جدا، العرضية على الأرض ملعوبة تصطدم مرتين، لسه في الملعب، طلعت بره، طلعت بره. المنتخب المصري الحقيقة تقال ما تعرفش الخطورة بتاعته جاية منين. من ناحية اليسرى رمضان صبحي واحمد ابو الفتوح بيتحرك بشكل ممتاز، من ناحية اليمنى عبد الرحمن مجدي، تتلم الكرة الأخيرة ودخول عنيف، ولكن عبد الرحمن مجدي على مرتين ثلاثة بيحاول يقطع الكرة الأخيرة، والمحاولة الآن من دلالة لعكس اللعب، ولكن التسلل موجود. شوف هنا دلالة، دلالة ما استلمش الكرة، اللاعب خط الوسط حامل القميص رقم 5 ما استلمش الكرة، أول ما الكرة ما وصلت له عدل جسمه ولعب العرضية على طول. شوف هنا الكرة من خلف المدافع. في المباراة الثالثة تقدم في النتيجة وتعادل، ومن ثم عاد مرة أخرى في التقدم في النتيجة. يعني إجمالا إن شاء الله بإذنك يا رب، أيا كان السيناريو القادم المنتخب المصري شافه في أحداث هذه البطولة، يعني مش هنخترع سيناريوهات أخرى، هم ثلاثة، يا تتقدم في النتيجة، يا تتأخر في النتيجة، يا يتقدم بالمصري. الآن مضغوط بكرة خطيرة جدا من الجانب الأيسر وتفوت، الحمد لله، كرة عرضية تخوف جدا، نفس الهدف الأول أمام منتخب غانا، طبق الأصل الكرة الماضية، كرة عرضية، ده لو مدافع لمسها هدف، لو مهاجم قرب منها هدف، لو محمد صبحي قدرها. يأتي من جديد الجانب الأيسر للتحرك، رمضان صبحي والتسديد، تسديدة مباختة من رمضان صبحي، تسديد اتحرك شوية الرغبة على المرمى، رمضان صبحي وقف وثبت بشكل ممتاز، كرة فتح في الجانب الأيمن ما وقفش، كله بيتحرك، كرة طولية ملعوبة وسط اثنين، مصطفى محمد بيحاول يتحصل على الكرة الأخيرة، الاستلام بشكل سيء، ده شيء يسعدنا جدا، عمار حمدي والكفاح على كل كرة. هنا بقى لما بنقول ازاي عمار حمدي بيبيع نفسه، هي دي اللقطة اللي بنقول عليها، ما بيهداش بأي طريقة، هاخدها بأي أسلوب، مش هتاخدها مني، مطلوب. نعم محمد حاول يلعب الكرة لرمضان صبحي مرة أخرى بقدمه اليمنى، لكن اصطدمت الكرة في ماليبي، لكن هنا رمضان صبحي حاول انه يفوت ويعدي، ومصطفى محمد لعب الكرة بشكل جيد، لكن ممكن في المنطقة ديت في الحتة، رمضان يستطيع، يمتلك القدرة العرضية الآن، توفيق وأبو الفتوح ورمضان، وتضيع الكرة، منظمة، هجمة سريعة، الدخول في العمق بشكل جيد جدا من رمضان، خد الخطوة بشكل ممتاز، والأوفرلاب اتعمل بشكل أكثر من رائع من أحمد أبو الفتوح، والعرضية اتلعبت بشكل هايل جدا، نقدر اتلعبت العرضية بشكل ممتاز والمتابعة عليها. يعني مصطفى محمد، عبد الرحمن مجدي يمرر الكرة بشكل جيد، ومحاولة المرور، ولكن عمار حمدي يتحصل على خطأ من مكان مميز جدا، عبد الرحمن مجدي يمتلك القدرة التسديدية، أحمد أبو الفتوح يمتلك القدرة في الضربات الثابتة، رمضان صبحي يمتلك أيضا، ولو حبيت تلعب كرة على رأسية مصطفى محمد موجودة أيضا، بطاقة أولى في مجريات أحداث اليوم. عمار حمدي عرف تلام من أحمد رمضان، تسديدة بعيدة، والمتابعة محاولة رمضان صبحي بالمهارة رمضان، لكن
تسديدة من مسافة بعيدة جدا. أحمد رمضان بيكم مش بالتوجيهات مش بالآراء، أحمد رمضان بيكم خد الكرة ويطير جدا في قادم الدقائق. عرضية ملعوبة، لمسة يد نعم، من بره برضه نعم. قولها قولها ما تخافش، قولها ما تتكسفش. لمسة اليد، الراجل كله بره، ده مش ايده، يعني لو ايده جوه ممكن ندور عليها، لكن اجمالا لمسة يد متواجدة الان. وركلة جزاء للمنتخب المصري، رمضان صبحي، رمضان صبحي هدف التقدم، هدف لطوكيو رمضان، هدف من هنا على المطار يا رمضان. رمضان صبحي بيسمي بيقرا قران رمضان. ضغط كبير جدا على القائد، قائد بكل ما تحمله الكلمه من معنى في احداث هذه البطوله. هدف وحيد لرمضان والثاني ان شاء الله، ودعوات المصريين كلها. رمضان صبحي ما بيبصش في عينين الحارس، ما بيدورش على الحارس، عينه للحكم. رمضان صبحي، رمضان صبحي هدف يفرق كتير جدا في مجريات اللقاء. رمضان صبحي ما بصش على المرمى حتى هذه اللحظة. رمضان، بسم الله، رمضان، رمضان، وهدف رمضان صبحي إلى طوكيو. رمضان يا صبحي، مشوارك يا رمضان صبحي. باصة والتانية باستلام بشكل ممتاز جدا، عبد الرحمن مجدي، مجدي مجدي مجدي، عرضية تفوت وتعدي. وش رجله بشكل ممتاز جدا عبد الرحمن مجدي، ثاني اهداف في شباك دارين جونسون، فرحة شوي غريب، دكتور علاء عبد العزيز، محمد شوي في الاحضان، معتمد جمال، ووائل رياض، اسامة، عبد الكريم، كله كان بيتنطط ورا الجهاز الفني بالكامل للمنتخب المصري. فرص جديدة جديدة الان، استلم وفات وعدى ومرة اخرى في الشباك. يأتي عبد الرحمن مجدي بالتوفيق والتسديد والجرأة. طب احنا كنا مصابرين ليه؟ طب ما كناش بنسدد ليه؟ ده الراجل اي حاجة بتخش. سلام عليكم، دخلت. عبد الرحمن مجدي يحرز ثالث الاهداف اليوم بفرحة كبيرة جدا. عايزين الرابع، عايزين الرابع. هو اوريجي مش موجود، بس عبد الرحمن مجدي موجود. عايزين الرابع من عبد الرحمن مجدي ممكن. شوقي غريب والفرحة. وشوف هنا تفاصيل كثيرة جدا في اللقطة دي. مصطفى محمد بيحيي الكاميرا كأن الهدف ليه. خد التفاصيل دي وحطها على جنب. عودة روح 2001 تعود من جديد. التشكيلة اللي كان متواجد فيها محمد شوقي ووائل رياض وبقيادة الدكتور علاء عبد العزيز وشوقي غريب، نفس الروح موجودة بنفس الأربع أسماء موجودين. الروح تعود من جديد.